أديب كبير جدا هو ما سنتكلم عنه في هذه الحلقة، وهو الأديب الكبير الرائع نجيب سرور. نجيب سرور أنتج إنتاج غزير جدا في الفترة التي تبدأ من الستينيات، وله العديد من الدواوين الشعرية. أنا شخصيا أعتبره ضمن أفضل 3 شعراء بالنسبة لي، مع أمل دنقل ومحمد المغوط. لكن ما اشتهر أكثر بالنسبة له هو مجموعة من القصائد، أو يمكن اعتبارها ديوان قائم بذاته، اسمها أميات هاملت. أميات هاملت عبارة عن شتيمة، يعني عبارة عن شتيمة مصنوعة بلغة الشعر. يعني دخل شتيمة وإحباط شديد جدا من ما عاناه في حياته، وضفر هذا في إطار شعري يغلب عليه أيضا الطرف. طيب، هل كان يقصد نشره؟ لم يكن يقصد نشره، لم يكن نجيب سرور يعلم أن أميات هاملت ستحظى بالشهرة الأكبر بين مؤلفاته العظيمة، وعلى رأسها 3 دواوين شعرية في غاية الخطورة والأهمية. من لم يقرأها فهو خسر كثيرا. الأديب الكبير الراحل نجيب سرور في هذه الأميات تكلم عن حياته الشخصية، استطاع من خلال أبيات أميات هاملت إن هو يجسد حالته النفسية المتردية في هذه الفترة التي عاشها في الستينات وما تلاها، حتى دخوله مستشفى الأمراض العقلية بمزاعم حول جنونه. أميات هاملت مقروءة على نطاق واسع جدا، سواء على المستوى المحلي في مصر أو على المستوى العربي، ويصعب جدا أنك أنت تلاقي حد مهتم بالشأن الثقافي لم يسمع عنها أو لم يقرأها حتى. هنا استعمل هاملت، يعني الكاتب الراحل الكبير والشاعر والروائي والمسرحي الكبير نجيب سرور، استخدم هاملت باعتبار أنه أصلاً متخصص في مجال المسرح، إذ اعتبر حياته مجرد ملهاة مسرحية، وفي هذا الإطار وعليه بنى أمثلته الشعرية التي بقيت حتى هذه اللحظة. أميات هاملت التي لا تخلو أيضا من مهارة شديدة جدا في صياغة الأبيات الشعرية، حتى وإن كان المحتوى على هذه الدرجة من البذاءة. بقى أن نقول أن البذاءة الشديدة الموجودة في أميات هاملت لم تخلو من رقة شديدة جدا 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 أظهرتها بعض الأبيات، نمت في الحقيقة الأمر عن طبيعة هذا الشاعر الذي كان رقيقا إلى أقصى درجة. أرجو أن أكون وفقت في هذا العرض. شكرا جزيلا.